في 10 جانفي في المكالمة الأولى اللي لمحت لها في الحين، وفي المكالمة الثانية نتاع 14 جانفي في الصباح، يعني في 10 جانفي يقول لي بن علي، يقول لي راه صدقني، يقول لي يا سي المازي صدقني راني ما عطيتش تعليمات باش يطلقوا بالرصاص الحي على المظاهرين، ما عطيتش تعليمات ابدا في 14 جانفي كذلك، فهمتني؟ انا في الحقيقه ما نخبيش عليك ما صدقتش الكلام هذايا، ما صدقتوش. لكن فيما بعد بالتحليل بالوثائق بالشهادات، انا متيقن اليوم 100% اللي ما كذبش، اللي ما عطاش تعليمات باش يضربوا الناس بالرصاص الحي. ولكن شكون اعطى التعليمات لهنا؟ نعم. سي المازري هون شكون اعطى التعليمات في تقديرك؟ انا حسب رايي التعليمات جات من اطراف اخرى، ونجم نقول لك جات من اطراف اجنبيه. على كل حال بالنسبة للناس اللي ماتت بالكرتوش من الأول، وهذا نحن حبينا نفهموه، نحن علاش ما عطوناش وعلاش ما قالوش بالضبط. نعرف اللي لجنة ذيك تقصي الحقائق طرح تضح فيها المسألة، الموضوع هذا نتاع القناصة. اي ومن بعد احنا نحبوا نعرفوا، يعني اليوم عندنا عامين تبارك الله في بوحة من العيش، فهمتني؟ والثورة المجيدة أنجت ثمارها للشعب التونسي الذي يتلذذ يعني الحرية، ويتلذذ معناها يتلذذ يعني الكرامة وبالشغل، فهمتني؟ الجنة الجديدة هذه اللي أنجتها ثورة الياسمين يعطيونا على الأقل بعض الحقائق فيما يخص القناصة. أنا اعتقادي الضحايا الأولانين تقتلوا أطراف مبعوثة دخلت لتونس خلسة، وكانت مهمتهم بس الفتنة وضرب أولاد شعبنا بالكرتوش وتلفيق التهم هذه فيما بعد للنظام باش يخلقوا معناتها مناخ نتاع حقد كبير يتفاقم الحقد، فهمتني؟ على خاطر الشعب التونسي والشعوب كلها في الحقيقة ما ترضاش باش تتضرب بالكرتوش وهي خرجت معناها تتظاهر بطريقة سلمية. شكون يرضى بهذا؟ ما حد ما يرضى بهذا. لكن نحن نعرفوا، فهمتني؟ نعرفوا كيفاش تفتعل الثورات، وهذا الملاحظ واللي قرأ، يعني ما قولش أمهات الكتب، على الأقل معناتها الأشياء اللي تكتبت في الثورات نتاع أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا، يعني كيفاش معناتها القوى العظمى نجم تخلق معناتها مناخ ثوري أو شبه ثوري بالطرق هذه الإجرامية، أنا نجم نسميها. معناتها فمش بعيد علينا في 2009 في إيران، في إيران معناتها قرينا فيما بعد وثائق، فهمتني، تثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع كيفاش معناتها المظاهرين كذلك ضربوا بالكرتوش، والإيرانيين النظام الإيراني ما فهمش شكون اللي ضربهم، فهمتني؟ لكن وقع القبض على كل حال بعض منهم، وثبت معناتها كونه كانوا مبعوثين من أطراف ومن دول أخرى، هم شي مخابرات بالمعنى الصحيح، لكن يخدموا دي سو تريتون دي مرسونير مرتزقة يخدموا المظاهر. واليوم هاون ما نبعدوش 2009 في إيران، اليوم في سوريا كذلك، اللي وقع في ليبيا وفي سوريا اليوم وقع بطريقة كما يقولوا الإنجليز سوفت وقع في تونس.